استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. استقبل في قصر صخير هذا اليوم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال. كما استقبل جلالته أعضاء الهيئة وسعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعددا من كبار المسؤولين والعاملين في وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء الكلمة السامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لفرصة طيبة أن نلتقي بكم اليوم وأن نهنئكم بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي احتفت به البحرين قبل أيام، معربين عن تقديرنا البالغ لما شاهدناه عبر وسائل الإعلام المختلفة من تجاوب وتفاعل رسمي وشعبي مسؤول. أبرز قيمة هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، مشيدين بالدور الرائد للإعلام البحريني ورسالة الوطنية الهادفة في مساندة مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني، ونؤكد في هذا السياق على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الرسالة الإعلامية، خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه أطماعا خارجية مكشوفة تتربص بأمن واستقرار خليجنا العربي، كما أن هذه التدخلات المتكررة لن تكون إلا سببا في مواصلة السير بقوة وثبات على طريق الاتحاد بين دولنا الشقيقة، كخيار يرسخ وحدة صفنا وقوة موقفنا في وجه كل طامع، ويحقق آمال شعوبنا المتحدة بإذن الله. ولا يسعنا اليوم إلا أن نعرب عن اعتزازنا بالدور الذي يتولاه إعلامنا الوطني في سبيل إظهار ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات مباركة، مقدرين كذلك مساعي منتسبي وزارة شؤون الإعلام الذين لم يألوا جهداً في إيصال صورة البحرين المشرفة وإعلاء اسمها ومكانتها في كافة الظروف
ونخص بالشكر جهودكم في تغطية المناسبات الوطنية التي احتفينا بها مؤخرا كالعيد الوطني وعيد الجلوس ويوم الشهيد ويوم قوة دفاع البحرين وذكرى ميثاق العمل الوطني ويوم المرأة البحرينية، حيث قمتم بواجبكم بصورة رفيعة وبحرص وطني نشكركم عليه، مؤكدين للجميع اهتمامنا بكل الآراء ومتابعتنا لما يطرح في وسائل الإعلام ما دامت الغاية خدمة الصالح العام، والنقد البناء لتستمر مسيرة الإصلاح كما تمنيناها، وما التوفيق إلا من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظكم الله، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب الجلالة وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة شؤون الإعلام أن أرفع إلى مقامكم السامي حفظكم الله خالص الشكر وعظيم الامتنان على تفضلكم بهذا الاستقبال الكريم الذي يعكس مكانة الإعلاميين لدى جلالتكم. سيدي جلالة الملك حفظكم الله، عندما أطلقتم مشروعكم الإصلاحي الرائد كان للرأي وحرية التعبير والكلمة المسؤولة مكانة عظيمة، فأكدتم جلالتكم أن العمل سيستمر لتطوير المشهد الإعلامي واستكمال أدواته، فأنجز الكثير وأصبحنا نفتخر بما تحقق وما زلنا نطمح للمزيد، فعملنا الإعلامي ترجمة حقيقية لقناعتكم السامية بأهمية الإعلام في حفظ مكتسبات الوطن ودوره في الدفاع عنه. إن إدراك الإعلاميين لدورهم المهم ومسؤوليتهم الوطنية لم تكن وليدة اليوم، بل هي امتداد لما تعلمناه جميعاً منكم حفظكم الله ورعاكم، ومن آبائكم وأجدادكم الكرام طيب الله ثراهم، الذين أولوا الإعلام اهتماماً خاصاً فدعموا وقدروا وطوروا وشجعوا، وبكل فخر يحق لنا أن نحتفي بتلك الرؤى التي توارثناها جيلاً بعد آخر، فكانت إطاراً عاماً للحرية المنضبطة والتطوير المسؤول. ولعلنا نستذكر اليوم أنه في العام 1940 افتتح الفقيد الراحل صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه إذاعة البحرين اللاسلكية، وما زالت كلماته الخالدة باقية عندما قال: تأسيس هذه الإذاعة الجديدة سينيل لنا بهجة عظيمة لأهميتها لأبناء الخليج ودورها في تطوير علاقات البحرين مع جاراتها من الممالك العربية. ولا ننسى أيضا توجيهات الفقيد الراحل صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه عندما افتتح إذاعة البحرين في عام 1955 وقال في كلمته: نفتتح الإذاعة التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي وتحافظ على ما لهذه البلاد من صلات دينية وفكرية. وسيحفظ التاريخ دعوة الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه المستمرة لرجال الإعلام بضرورة إظهار الحقائق وتوضيحها وإرشاداته القيمة لتطوير العمل الإعلامي في وطننا العزيز، كلمات ومواقف خالدة من قيادتنا الحكيمة رسخت ما توليه من اهتمام ورعاية لدور الإعلام، وستبقى نبراساً تنير الطريق لنا ولأجيال المستقبل، فالإعلام رسالة تنقل الحضارة
وترتقي بالفكر. سيدي صاحب الجلالة كان ولا زال وسيستمر إعلام البحرين مدافعاً عن الوطن ومكتسباته وتعزيز وحدته ومحافظاً على قيمه الأصيلة، واقفاً سداً منيعاً أمام محاولات المساس بسيادته، عصياً على من يسعى لتشويه سمعته، ووفياً لقيادته وشعبه، كما سيواصل دوره القومي لحماية الأمن الخليجي والعربي وفق رؤية إعلامية موحدة للتعامل مع التحديات والأحداث. وبهذه الثوابت نقف اليوم أمام جلالتكم إعلاميين وإعلاميات، مقدرين دعمكم حفظكم الله اللامحدود، ومعبرين عن شكرنا لاهتمامكم وتشجيعكم الدائم، ومؤكدين استمرار العمل وفق توجيهاتكم وحرصنا على أداء المسؤولية الوطنية بقدر اعتزازنا لهذه الأرض الغالية. حفظكم الله تعالى عزاً وذخراً وفخراً للوطن، ودمتم سيدي يا صاحب الجلالة سنداً لحرية الرأي والتعبير ولكل رسالة مسؤولة لما فيه خير وازدهار وطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما للعاملين في القطاع الإعلامي، ثم تشرف الجميع بالسلام على صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد.
أشكر جلالة الملك حفظه الله على تكريم الإعلاميين اليوم، وهذا التكريم مو غريب على جلالته، وهو دائما يسهل الصعاب على الإعلاميين، وكلمته كانت واضحة اليوم وجلية وتدعم الإعلاميين، وإن شاء الله إلى الأفضل. طبعا تشرفنا اليوم باللقاء مع صاحب الجلالة الملك المفدى طبعا، ونشكره جزيل الشكر على كلماته الأبوية ودعمه للإعلاميين وللقطاع الإعلامي، وهذه مبادرة ليست غريبة على جلالة الملك، فطالما عودنا على هذا الدعم وإن شاء الله دائما نكون عن حسن الظن ونؤدي واجبنا على أكمل وجه إن شاء الله. شرفنا اليوم بلقاء سيدي جلالة الملك الله يحفظه، وكان كلمته نبراس لمنهاج عملنا إن شاء الله الإعلامي القادم، واللقاء الحميمي كان لمجموعة الإعلاميين، هذه وسام شرف نعتز به جميعا كل الإعلاميين اليوم، نعتز ونتشرف بلقاء جلالة الملك وبكلامنا السرير، وإن شاء الله نعهد جلالة الملك أن احنا نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، واهتمام جلالة الملك ليس بغريب على الإعلام، وأعتقد أن اليوم كان يعني كلمته كانت شكرة لكل ما قدمه الإعلام البحريني، هذه يضاعف علينا المسؤولية ونحن نكون على قدر المسؤولية لقدام جلالة الملك وقدام أيضا الشعب البحريني. اليوم كان يوم مميز جدا لجميع الإعلاميين في مملكة البحرين، أن تشرفنا بالسلام على سيدي جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، كان هذه دافع لنا لنعطي أكثر في مجالنا مجال الإعلامي. كلمة جلالة الملك اليوم كلمة كانت جامعة فيها يعني كل الدلائل على أنه يدعم الإعلاميين بكل تخصصات الإعلام، سواء كنا على ديسك التحرير أو خلف الكاميرا أو خلف الكواليس. جلالة الملك له أو لديه تقدير معروف للإعلاميين، وهو يعلم علم اليقين بأهمية الكلمة، ولذلك هو بادر بتكريمنا في هذا اليوم، فنقول لجلالته شكرا جلالة الملك. طبعا اليوم كان من أجمل الأيام اللي مرت علينا إحنا كإعلاميين وننتمي إلى وزارة شؤون الإعلام، هذا الاحتفاء والتكريم اللي لمسناه من القيادات العليا في مملكتنا الحبيبة البحرين، جلالة الملك، سمو رئيس الوزراء، سمو ولي العهد الله يحفظهم. بالنسبة لنا يمكن وسام انتشرف فيه على صدورنا وتاج نضع على رؤوسنا، لأن فعلا شعرنا بمدى قرب قيادتنا لنا، بمدى حضورهم يعني معانا في كل المحافل، ومنهم يمكن هذا التقدير الكبير اللي مسنا اليوم. تشرفنا اليوم بلقاء سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في لقاء ولفتة أبوية كريمة من لدن جلالته، تعكس مدى الحرص والاهتمام بالإعلام والإعلاميين في البحرين، وقد استمعنا إلى توجيهات جلالته الكريمة والسامية فيما يتعلق بالنهوض بالإعلام البحريني، خاصة نحن نمر في ظروف بالغة الدقة والحساسية، طبعا بتكون كلماته دائما نبراس نستسقي منها احنا الاعلاميين الذين تشرفنا بلقائه، معالم الطريق للارتقاء بالاعلام البحريني الوطني حتى يكون على قدر المسؤوليه باذن الله، وانه يكون اعلام يليق بمكتسبات الوطن ويعكس منجزاته. دعم جلاله الملك للاعلام طبعا دعم غير محدود، ويعطينا دافع ان احنا نرتقي في الساحه الاعلاميه من الناحيه المحليه والاقليميه والدوليه كذلك. تشرفنا اليوم بمقابلة جلالة الملك، وكان ألقى كلمة توجيهية لنا، وكانت نبراس وإرشادات وتدريبات للإعلاميين. طبعا اليوم فرحة كبيرة لا توصف صراحة، لقاء جلالة الملك عطانا مسؤولية أكبر الآن أن احنا نقدم أفضل ما عندنا ونكون دائما الواجهة الإعلامية المشرفة لبلدنا. الحمد لله رب العالمين، تشرفنا اليوم بلقاء جلالة الملك المفدى، الحمد لله، وكانت كلماته يعني تنير دربنا للأمام إن شاء الله، وإن شاء الله نكون قدها ونكون جنود لهذا الوطن العظيم. تشرفنا بلقاء سيدي صاحب الجلالة اليوم، وهذا التكريم يعطينا دافع للعطاء كإعلاميين أفضل.